وهيتحسبوا للعيبه انك انت وانت بتدافع سهل قوي ان انا انزل، لكن وانا بهاجم هي دي الصعوبه. أيوه. انك انت عايز توصل لمرمى الوداد كم مره في الشوط الاولاني تتحسب 3 4 مرات، يبقى الشوط الثاني عايزين نوصل بعدد اكتر 3 4 مرات. فالنهارده مفيش خوف وانت موجود في الوداد ان انا مش هلعب دفاعي طول المباراه، لا هلعب دفاعي. لا طبعا انا فاهم، وانا طبعًا وانا مع وانا معيش الكوره، انا بتكلم انا هامن في طبعًا. الاهم عندي ان انا ابقى امن نفسي ما استقبلش ولو قدرت اسجل بالظبط كده طبعا. وتتقسم بقى من هناك يعني هتتقسم سيناريوهات بقى. ربع ساعه الاولى هيبقى فيها ايه ما يجيش فيا، ربع الساعه الثانيه احاول ان انا احتفظ بالكوره، ربع الساعه الثالثه احاول ابادل الوداد في الكونتر اتاك، المساحات اللي هتفضى ورا خط ظهرهم ازاي، الكوره الثابته هبدا اشتغل عليها. فكل ده بيبقى فيه سيناريوهات، بيبقى المستر موسيماني بيحفظ اللعيبه قبل مباراه الوداد بناء على مباراه انبي ان شاء الله ومباراه بيراميدز. هيبقى التجارب دي موجوده يعني شكل الطريقه وشكل الاداء والجانب الدفاعي اللي هيلعب بيه النادي الاهلي، وبعدين الجانب الهجومي اللي هيبدا يشتغل عليه، كل ده هنشوفه في المباراتين الجايين عشان كمان يبقى طمانينه للناس كلها وجمهور النادي الاهلي ان انا رايح مباراه الوداد ان شاء الله. انا عشان عايز اتكلم بقى على الطمانينه اللي حضرتك اتكلمت عليها دي. يعني الحقيقه يمكن كل الناس متفائله ومستبشره خير بتجربه موسيماني. الراجل الحقيقه قدم اوراق اعتماده، واعتقد انه في حاله التفاؤل زي ما قلت لحضرتك احنا شفناها. بس احنا للاسف الشديد جدا داخلين في توقيت صعب جدا، يعني جمهور الاهلي متعطش جدا جدا لبطوله افريقيا، البطوله الافريقيه، وهو راجل مستلم مسؤوليه 15 يوم قبل، والفرقه الى حد كبير فيها يعني ما نقدرش نقول انها مكتمله، يعني فيها غيابات كثيره جدا، ظروف صعبه يعني. هل حضرتك شايف انه موسيماني يتحمل المسؤوليه فيما يتعلق بجوله قبل النهائي؟ انا مش هتكلم على نهائي البطوله دلوقتي، يعني النهائي ممكن يبقى الى حد ما خد شويه وقت، لكن يتحمل، قادر يسيب بصمه ان شاء الله الجمهور يحاسبه على نتيجه ماتش الوداد؟ ما هو شجاعه الاحتراف يا احمد كده، وشجاعه المدرب الاجنبي او المصري اللي بيتعامل مع النادي الاهلي بالذات. انت كل العناصر الحمد لله يعني ثقتها فيك، مجلس اداره، لعيبه وجهاز فني واداري، جماهير وراك كمان حاطه ايديها بشكل كبير. فانا عايز اقول لك ان خلال التجربتين اللي جايين هيدونا طمانينه بقى لمستر موسيماني والفريق في مباراه الوداد، انك انت الثلاث خطوط بتاعتك تكتمل بصفه اساسيه. عوده المصابين هتبقى موجوده ان شاء الله بصفه اساسيه، الخبرات اللي موجوده عليها الفرقه، الخبرات ليها دور كبير جدا في المباريات الدوليه او المباريات المصيريه. شايف ان المصابين لو رجعوا ان شاء الله ممكن يبقوا جاهزين وداخلين فورمه ماتشات في ماتش تقيل زي ماتش الوداد؟ يعني انا شايف الشناوي اقربهم، الشناوي طبعا رقم واحد ان شاء الله يلحق. كنت اتمنى الرامي بردك من ضمن الخبرات اللي انت بتعتمد عليها في خط الظهر. رامي ممكن يلحق ماتش العوده يعني اللي احنا سامعينه لسه، مش اخبار مؤكده بس اللي سامعينه. وجود احمد فتحي وجود معلول بيعمل لك توازن بشكل كبير جدا وبيدي لك ثقه في خط ظهرك. وجود السوليه ويانج وحمد فتحي بيعتبروا قوه ضاربه في نص ملعبنا. القوه الهجوميه عوده كهربا والشحات، جناحين على اعلى مستوى مع الشيخ وجيرالدو بالظبط كده، ووليد بينزل وليد بينزل يقدر يكمل قفشه في حته صانع الالعاب. فالحمد لله رب العالمين احنا عندنا لعيبه مميزه احمد تقدر تصنع الفارق في المباريات الافريقيه بهذا الشكل. وعايز اقول لك حاجه كمان احمد، وده شيء موجود في لعيبه النادي الاهلي، المباريات المصيريه بالشكل ده بيبان دوافع لعيبه النادي الاهلي، بيلاقي الاستنفار، روح الفنانه الحمراء، التحدي اللي بيبقى عليه لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي بتحب المباريات الجميله بالشكل ده زي انبي، زي بيراميدز، زي الوداد، هم بيحبوا المباريات اللي فيها يعني خصم منافسه بالظبط، منافسه ومنافسه قويه. أيوه. فهم عودونا لعبتنا على هذا الاداء.